الثاني ومعرض الأهرام العقاري. النهاردة بنتكلم إن برضو ما زال الإقبال شديد جدا، كان ملفت جدا للنظر إن كان في إقبال من أشخاص مش مصريين، فده بيدل كمان على إن بيبقى فيه استثمار عربي واستثمار أجنبي مش بس استثمار محلي. أنا بتمنى كل التوفيق، وقناة العقارية دايما هتكون متواجدة مع حضراتكم. أتمنى التوفيق طبعا للمطورين العقاريين المشاركين في المعرض، تنافس كبير جدا وعروض مختلفة، هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة. خليكم متابعينا وقناة العقارية.